كركوك تسجل أعلى معدلات الانتحار، ظاهرة باتت تزداد يوماً بعد آخر بين الشباب والفتيات، والأسباب عديدة من ضمنها أسباب اجتماعية واقتصادية أصبحت تتفاقم من دون أن تجد لها الجهات المعنية حلولاً جذرية. انعدام متطلبات الحياة الأساسية والفراغ العاطفي والتفكك الأسري بالإضافة إلى تعاطي المخدرات تأتي في مقدمة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الانتحار بدلاً من اللجوء إلى حل آخر. البيئة النفسية، كثير من حالات الإحباط واليأس والقنوط، أيضاً ضغوط الأهل بالنسبة للمرحلة الدراسية. لاحظنا أنه عندما يكون هنالك عدم توافق بين هذه البيئات، سواء كانت البيئة النفسية المتعلقة بالمنتحرين أو البيئة الأخرى المتعلقة بالبطالة، يؤدي يساهم في زيادة الانتحار. ومن يتحمل عملية الانتحار هي الحكومة. وسجل العراق خلال الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم أكثر من 150 حالة انتحار، منها 50 حالة في كركوك، وهذا يعني أن كركوك تأتي في المرتبة الأولى من بين المحافظات العراقية في عدد حالات الانتحار. محافظة كركوك كانت متصدرة في العام الماضي بالنسبة للمحافظات العراقية في حالة الانتحار، اللي كانت ما يقارب أكثر من 150 حالة انتحار في كركوك. قامت الشرطة المجتمعية بمرافقة هذه الحالات ودراسة أسباب الحالة أو أسباب الإقدام انتحار. وجدت أنه الأسباب اللي بالوقت الحالي هي أسباب مشاكل عاطفية أو فراغ بين العائلة بالعلاقات أو توتر. قسم من عندها مشاكل مع زوجة الأب، أحد الفتيات تحدثت أنه عندها مشاكل مع زوجة أبوها. ملف الانتحار تحول من مجرد حالة إلى ظاهرة خطيرة، وتحذيرات من انتشارها بشكل واسع خلال السنوات القادمة ما لم توجد المعالجات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. من كركوك، عبدالله العامري، UTV.